رومالو لوكاكو، 5 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم. اللاعب البلجيكي صاحب 16 هدفا سجلهم في الدوري هذا العام، كان فيه دفع. أخذ إريكسون، مازال إريكسون، بو بو بو، جول الكوري الجنوبي سون هونغ مين، يا تيمي أو ديلي علي عفوا، يفتح مجال التسجيل لتوتنهام. ارتمى ديلي علي نجم انجلترا الصاعد 22 عاما، يهز الشباك ويهز مدرجات ويمبلي، كرة بهدف مباغت انطلاقة من أروع ما يكون عن طريق إريكسون على الجهة اليمنى في غفلة من دفاع مانشستر يونايتد. ديلي علي في القائمة الثانية سجل جول ويفتح مجال التسجيل لتوتنهام في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد. وين دفاع فريق المان؟ وينك يا بوغبا؟ وين جيسي لينغارد؟ لمسة يد، الحكم لم ينتهي. هونغ مين توزيع هاري كين في القائمة الثانية، كادي يلحقها ويسجل جول ثاني لفريق توتنهام الذي يواصل ضغطه ويواصل سيطرته في بداية هذه المباراة. كرة من أروع ما يكون في القائمة الثانية، لم يكن في وضع التسلل هاري كين. هونغ مين يحاول يمر، مر هونغ مين، كرة خطيرة، التوزيع عرضية، وديلي علي يخرج في الأوقات اللازمة وفي الأماكن اللازمة. ديلي علي كاد يسجل ثنائية تاريخية اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد. كين، هاري كين، هاري كين، هاري كين، با 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 با، كان واضح بأن ديلي علي سيضع الكرة بين أرجل هاري كين، يحطها ببراعة في اتجاه إريكسون، كاد يكون الجول الثاني. لعبة من أروع ما يكون، شوف الدخول من هاري كين، وين با 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 با، والدفاع عن طريق فالنسيا يخن على فيرتونغن، الركنية تنفذ، خروج موفق من هنالك من أنطوني، بعيد الكرة هذه بالرأس، والتغطية الدفاعية، وصلت في القائمة الثانية لمونيو ماتيتش، والتغطية الدفاعية في جونس مرة ثانية برا مباشرة لبول بوغ، بو 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 بو، الشيلي من سانتياغو جاء وضربها بالراس، جول لمانشستر يونايتد، فعلها أليكسيس سانشيز، 8 أهداف في ويمبلي في 8 مباراة يلعبها مانشستر يونايتد ب7 أرواح، يعدل النتيجة في ظروف صعبة ويفعلها الشيلي أليكسيس سانشيز بالراس على قيس أرقام، تحطها في الزاوية اليمنى لمرمى مايكل فورم، استرجاع رائع على الجهة اليسرى من بول بوغبا. ماذا فعلت يا موسى ديمبلي؟ بول بوغبا استلمها، بول بوغبا مررها، أليكسيس سانشيز حطها بالراس وجول. لوكاكو، 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 با 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 با، يا جيسي، يا لينغارد، رائعة التمريرة من روميلو لوكاكو بيمناه، بول بوغبا يرجع للوكاكو، لوكاكو حطها فوق راس جيسي لينغارد، ديرو على الجهة اليمنى لتريبير بالرأس، والدفاع في تنفيذ هذه المخالفه بن ديفيس، إريكسون في القائم الاول، ثم جيسي لينغارد، رجوع عناصر مانشستر الوجود، هل كنت في وضع التسلل يا هونغ مين؟ في منتهى الروعه هذه التمريره وفي منتهى الروعه التسديده، هاي اللي عاد هنا إريكسون متسلل، اي 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 اي، رائعه جدا التمريره. استلم الكرة الدنماركي يبحث عن ديلي علي، لا لا لا، بعيدة 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 حبيبي، راح ديونغ سانشيز يلعبها في العمق لجيسي لينغارد ولكنها بعيدة، لا لينغارد، إريكسون مرة ثانية لشونغون، ركنية رابعة لتوتنهام، لعبة من أروع ما يكون من كريستيان إريكسون، يستعيد ينفذ كرة بعيدة بعيدة، الكرة هذه سهلة للمان، إيريرا التوزيع أرضية، إيريرا رجعت مرة ثانية، لوكاكو جول، لوكاكو، لوكاكو، الإكوادوري أمام الكوري قائمة الثاني، بول بوغبا دخل، بول بوغبا، أولالا، مايكل فورم يخرجها ركنية رابعة لعناصر مانشستر يونايتد، هدف مقابل هدف، ديمبلي في اتجاه داير، داير، با 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 با، خطيرة، ريجل داي ديلي علي، ما زالت الخطورة، هونغ مين عنده الكرة يتوغل وانطلق من هونغ مين، أوه ديلي
الهلالي استلمها ولولا تهديف التغطية من تريبيير كاد يخطئ من أمام أليكسيس الكوري هونغمين يلعب مع بن ديفيس في القائمة ضبط عند الدقيقة 24 من عمر اللقاء كرة بعيدة والحكم صفر لوكاكو لسانتيس دخل لوكاكو جيسي لينغوردو الحكم في إنجلترا في نصف نهائي كاس أو نهائي لا يمنحك ضرب الجزاء من كرة مثل هذه مان اندر هيريرا ارضية يا جيسي لينك من كرة طلبها إريكسن وصلته كرة خطيرة لتوتنهام إريكسن يا ديلي ديلي علي متأخر هنا في هذه الكرة من كريستيان إريكسن اللعبة كانت رائعة من كيران تريبيير لإريكسن شوف طلبها في العمق فيل جونس بعيلي وصل عليها هاريكين كما انت خطير يا هاري كين ركنية أولى في هذا الشوط الثاني في المباراة بن ديفيس نفذ الركنية بالرأس وما زال لإريكسن واندر هيريرا يرجع مباشرة لديخيا يستلم لوكاكو الكرة خطيرة بابا بابا با جول فعلها اندر هيريرا وسجل جول سجل الجول الثاني للمان ثاني أهدافه في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم من غلطة واحدة تدفع الثمن أمام مانشستر يونايتد من كرة واحدة من لقطة واحدة من فرصة واحدة يسجل مانشستر يونايتد هذا الموسم ويسجل الجول الثاني على فريق توتنهام لقطة غير واضحة غير خطيرة تماما أليكسيس سانشيز للوكاكو جاء هيريرا وجول حطها لك على يمناك يا مايكل فورم جول ثاني غير متوقع لمانشستر يونايتد هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة هيريرا يسجل ثاني هدفه في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم يا 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 إريكسن يبحث عن هاري كين واندر هيريرا لوكاكو مازال لوكاكو ولولا بين أحضان مايكل فن إريكسن يطلبها فيرتونغن إريكسن استلمها وسددها شوف 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 بوم